السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام أينما كنتم في هذا الفيديو الجديد والسريع والمتسرع. أسعار الدراسة في بيلاروسيا العام 2019-2020، هل تغيرت أسعار الدراسة؟ هل تغيرت أقساط الدراسة في بيلاروسيا؟ وخصوصا دراسة الطب العام وطب الأسنان والصيدلة. نعم، الأسعار تغيرت وارتفعت شوية عن السنة الماضية. في هذا الجدول اللي راح تشوفوه الآن هو أسعار الدراسة في بيلاروسيا لعام 2019-2020، هذا بالنسبة للأسعار. شو في معلومات جديدة؟ تم تمديد اللي هو تسجيل في الجامعات البيلاروسية لـ20/9، يعني اللي بمفكر يدرس في بيلاروسيا معه لـ20/9 من هذه السنة أنه يقدم على الدراسة في بيلاروسيا، اللي بيدخل بالإنجليزي. طبعا احنا مثل ما حكينا قبل في بيلاروسيا في الدراسة بتكون باللغة الإنجليزية وباللغة الروسية. باللغة الإنجليزية التقديم لـ20/9 اللي عنده أو نسي يقدم هذه السنة أو اللي بدور على جامعة، في عنده احتمال أنه يقدم لـ20/9 من هذه السنة بالنسبة للغة الإنجليزية، حتى تدخل الإنجليزي مباشرة. لازم حتى تدخل الإنجليزي مباشرة بالنسبة للدراسة في بيلاروسيا، لازم يكون عندك أنت لغة إنجليزية كيمياء وحياء بالنسبة لدراسة الطب، ولازم تكون معلوماتك كويسة. أول ما توصل عندنا على بيلاروسيا تدخل على الجامعة بتقدم امتحان، يكون الامتحان عبارة عن هو 3 امتحانات، امتحان كيمياء وإنجليزي وأحياء. الامتحانات هذه عبارة عن MCQ، إذا جبت أنت علامة فوق 50 أو 55 بقبلوك طب، وأهلا وسهلا وحياك الله. هذا بالنسبة للدراسة في بيلاروسيا باللغة الإنجليزية. باللغة الروسية معاك لشهر 12 بالنسبة للتحضيري، فأنت ممكن تيجي في أي وقت، وحتى أحيانا بعد شهر 12 هم تقريبا كل السنة بيخوه. بس اللهم أن أنت كل ما تتأخر كل ما بيكون البرنامج الدراسي تبعك بيكون أكثر. مثلا إذا الطالب بيجي في شهر 9 بيكون عنده باليوم مثلا 3 حصص، أنت بيكون عندك 4 حصص أو 5 حصص، يعني البرنامج نفسه بس يضغطوه، بصير أنت تداوم يوم السبت والطلاب بيكونوا نايمين في البيت يوم السبت. فاللي يفكر يدرس ما ينسى الان يتوجه مباشره وبالاتصال علي على الواتساب هذا ويقول لي محمد انا بدي ادرس عندك هذه السنه. اوكي، هذا بالنسبه للدراسه باللغه الروسيه. بالنسبه للطب الاسعار قلت لكم اياها مثل ما هي في الجدول اللي شفتوه على الفيديو. بالنسبه للتخصصات الثانيه اسهل بكثير من دراسه الطب، سواء الهندسه والتخصصات الثانيه للاي تي والغير الاي تي والتخصصات الادبيه، كلها لها سعر معين. مش راح اقدر اكتب لك اياه لانه هنا تخصصات كثيره، بس اللي بقدر احكي لك اياه انه تقريبا اقل تخصص $1,500 واكثر تخصص اللي هو تقريبا $3,500، سواء باللغه الانجليزيه او بالروسيه. ولكن معظم التخصصات الادبيه هذه موجوده فقط باللغه الروسيه لقله الاجانب الموجودين فيها، ما عدا الاي تي موجود باللغه الانجليزيه وسعره شوي غالي مقارنه مع الاشياء الثانيه. بس هذا الفيديو صغير ان شاء الله، واللي عنده اي سؤال او استفسار ما ينسى يتواصل معي على رقم هذا الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.